بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات اللي الواحد استفادها في حياته ان هو لما يتفق مع حد على حاجه لازم يكتبها. تمام، مش بكتبها عشان اروح المحكمه وان انا اعمل مشكله والحاجات دي كلها، لا، بتكتبها عشان تفتكر انت والطرف الاخر انت اتفقتوا عليه. تمام، لان في ظل الحياه ممكن الواحد ينسى اتفقت على ايه، ممكن الواحد يفتكر حاجه تانية. ودي حاجه علميا ان الانسان مش بيفتكر الحاجه اللي حصلت، او بيفتكر اخر مره فكر في الحاجه دي كان بيفكر فيها ازاي. تمام، يعني انت مثلا حصل موقف فانت فاكر التفاصيل بتاعته، بعد اسبوع فكرت في الموقف ده تاني ففي تفاصيل دخلت بسبب ان انت في اثناء التفكير كنت بتفكر في حاجه تانية، ففي الوان دخلت زياده بتاع. فبعد اسبوع تاني بتفكر مش بتفتكر حاجه اللي حصلت، بس بتفتكر حاجه اللي كنت بتفكر فيها من الاسبوع. ودي تجربة عملوها في حدث 11 سبتمبر، طبعا ده حدث خطير اللي كان موجود في الوقت ده في الشارع دوت، وشاف الحادثة بعينيه لو كان ينساها ولا يمكن ينسى التفاصيل. عملوا لقاء مع الناس وكده وخدوا منهم التفاصيل وسألوهم عن التفاصيل وجولهم بعد سنة، وبدأوا يسألوهم ناس عادية خالص، ناس شهود على الواقع، مش شاركوا ولا اتهموا ولا حاجة خالص، كانوا مجرد معديين في الشارع. فكوا ان اغلب التفاصيل اختفت، اللي كان بيقول ان هو شاف كذا لا بشوف حاجه تانية، دخلت مع حاجه تانية سمعها او شافها في التلفزيون. تمام، فنرجع اللي فاكتبوه. لو انت مثلا حضرت اتفاق على حاجه، تمام، والحاجه دي ما كانتش مستاهله انها تتكتب في عقد، يعني مش بتنقل لشركه جديده مثلا ففي عقد وبتاع، لا، مجرد مثلا سبوبه، مجرد اتفاق، مجرد اتفقت مع حد مثلا ان انت تاخد شغل انت تعملها في البيت بتاع، اكتبها وبعتها له. حتى لو انت نسيت تكتبه انتوا موجودين، اول ما تخرج ابعت له رساله واتساب قول له احنا اتفقنا على 1 2 3 4. لو في نقطه بقى ممكن يكون انتوا اثناء الحديث ما دخلتوش في التفاصيل، فهو فاهم حاجه وانت فاهم حاجه تانية، فتبعت له فهو يقول لا ده فعلا انت كنت تقصد كذا كذا، لا ده نص حاجه تانية، فتقدروا تتفقوا بدل ما تحصل المشكله في الاخر. اللي علمني الموضوع ده صديق كان من ضمن الحاجات يعني اللي كنت انا شاهد عليها، ان هو المحاسب قال له انا مش معايا دلوقتي المرتب كله وانت مسافر، خد جزء من المرتب وراح وبعت لي بس ورقه، فراح بعت له جزء من المرتب اثناء انشغاله وخد الفلوس ونسي يكتب الورقه وسافر. تمام، وهو في الطياره بيطلع الموبايل عشان يعمله صايت، ففوجئ بانه ما بعتش الفلوس، فراح على طول راح بعت له رساله انا فلان الفلاني استلمت قدر من المال من فلان الفلاني، وراح بعت له رساله لزوجته واخوه انا فلان الفلاني استلمت فلان بحيث لو حصل حاجه تبقى دي مرجعيه. اي نعم مش قانونيه قوي، بس هي الفكره كلها ما دام في ثقه الناس هتبقى عارفه وهتتجاوز، يعني محدش هيبقى عنده ورقه ان فلان قبض الفلوس وهيطنشها. تمام، على الاقل اخلى ذمته قدام الله. فيا ريت يا ريت يا ريت اي حاجه تتكتب حاسس نفكر بعضنا بيها. تمام، وده حاسس ان انت تتجنب المشاكل بعد كده.